كنا يعني واثقين والثقة كانت كبيرة ان الطائرة بتوصل. نحن دخلنا الان في الحدود اليمنية، خرجنا من حدود المملكة لنقل التوأم السيامي من عدن الى الرياض ان شاء الله. احنا كان عندنا معلومة من قبل انهم توأم سيامي، راسلنا مركز الملك سلمان قبل العملية القيصرية، رسلنا الاجهزة الرنين المغناطيسي للمملكة العربية السعودية، وهم بدورهم قاموا بقراءة هذه الملفات واصدار الموافقة على عملية النقل. ما توقعت لهذه الدرجة، ما توقعت طائرتين توصل على المطار وفريق متكامل، فريق طبي، فريق فني، فريق وطائرة مجهزة من A to Z. هذا دليل يعني الإنسانية الكبيرة الذي يعني يوليها الملك سلمان. وهذه ليست اللفتة الإنسانية الأولى التي يعملونها، خاصة أنهم أجروا 50 عملية من قبل. القدرات موجودة، فقط تصل إلينا المعلومة أنه في شخص محتاج على طول. إذا صدرت التوجيهات من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين، سنكون أول من يلبي هذا الاحتياج لأي محتاج في أي مكان على وجه الأرض.